وعلى طار النجم والنجوم ويانا الفلكي سينما اللي راح يتحدث لنا عن النجوم والابراج. ومثل ما ذكرت لكم في البدايه انه اليوم ما راح نحكي الابراج قرايه، راح يكون خبير الابراج ويانا. كل عام وانت بخير سينما. كل عام وانت بخير، تحياتي لك. عساك بالف خير ان شاء الله. تسلمي لي، كل عام وانت بخير انت ومشاهدي قناه هنا بغداد و العراقيين وكل الناس في العالم ان شاء الله. سنه سعيده ان شاء الله. ان شاء الله سنه سعيده على الجميع. في بدايه حلقتنا اليوم ذكرنا للمشاهدين انه طبعا احنا كل يوم من برنامج صباح المحبه عندنا فقره ابراج، نذكر التنبؤات اليوميه اللي نقدمها للمشاهدين، لكن اليوم راح نستغل وجودك بالوقت القصير طبعا، لكن نحاول انه نستنفذ من عندك اللي نقدر عليه، لان عام جديد بدايه سنه جديده. لكن قبل ما نحكي على الابراج البابليه اللي كل الناس تعرفها اللي هي برج الحمل، برج القوس والى اخره من الابراج. اليوم راح اسالك سؤال بالبدايه حول الاحجار. الاحجار ممتاز. اللي تخص الابراج. عندنا 12 برج، كل واحد يقول ونقرا كتب انه هذا الحجر الفيروزي يفيد فلان برج، هذا الحجر الكهرب اللازورد الى اخره من الابراج. والاحجار طبعا. فانت اختصر لنا وبمعرفتك انت الاحجار شنو اهميتها للبرج؟ نعم. وبيش تفيد وكل برج شنو حجره المناسب؟ الاحجار مفيده للبرج، تخفف من الطاقات السلبيه المتاثره بحركه الكواكب في الفضاء الخارجي. نعم. احنا تعرفين حتى فيزيائيا لما يتحرك كوكب معين بطبيعه الحال هنالك طاقه كهرومغناطيسيه، يعني كهربائيه مغناطيسيه متعامده تصل الى بين قوسين الى مواليد الابراج الموجودين، لذلك البرج بشكل قد تكون سلبي او قد تكون ايجابي اعتمادا على وضعيه الكوكب. نعم. يعني عندنا كواكب تنطي طاقه سلبيه، عندنا كواكب تنطي طاقه ايجابيه. فاحنا ناخذ بنظر الاعتبار الكواكب العملاقه اللي ممكن تنطي طاقه، احنا مو هي سلبيه بالضبط بالمعنى الدقيق، خلينا نقول هي بمعنى تخلينا نكون نبذل مجهود اكثر. فنحن حتى نخفف او نمتص من هذه الطاقه اللي ممكن ان تجعلنا نبذل مجهود اكثر، تجعلنا اكثر خلينا نقول قلقا، تعبا، توترا، نستخدم الاحجار اللي هي تمتص هذه الطاقه السلبيه وتضفف الطاقه نوعا ما ايجابيه تتضامن مع الطاقه الهاله او بين قوسين المجال الكهرومغناطيسي المتمثل بالشاكرات السبعه الموجوده في جسم الانسان. الابراج بشكل عام دائما اني اركز على انه الابراج اللي تكون منخفضه بالسنين، خلينا نقول مثلا هذه السنه احنا 2019 عندنا مثلا الجدي عنده بعض المتاعب، راح يواجه متاعب معينه، الثور ممكن ان يواجه متاعب. هؤلاء ضروري جدا ان ياخذون احجار خاصه ببرجهم حتى تخفف من الطاقات السلبيه المتاثره او تاثر عليهم. العفو استاذ سلمى، قبل ما نتحدث يعني على كل برج والحجر المناسب له، اكو بعض الناس يتوقعون انه هاي الاحجار هاي تفك السحر، هاي الحجر يفيد للجن او بيها جن او غيرها، هل فعلا هذا الشيء صحيح؟ لو هي بس مجرد تسحب طاقه لا اكثر ولا اقل وتعزز قوه الشاكرات السبعه الموجوده؟ هي تدخل في جوانب متعدده، مو احنا الاحجار اكو جوانب متعدده، بس الان لما نتحدث عن الاحجار وتاثيراتها على البرج تفرق عن الاحجار وتاثيراتها على الحياه. يعني لا خلينا نقول اكو احجار لها علاقه بالصحه، مثلا حجر الملكايت حجر مفيد للكليه مثلا. عندنا مثلا حجر البيرنشتاين او ما يسمى بالكهرب مثلا. نعم. هذا الحجر زين للبشره مثلا وجيد للكبد. عندنا حجر الياقوت جيد للدوره الدمويه، فهذه اللي خلينا نقول الميديسين ارت يسموها او الطب البديل نقدر نسميه. نعم. مفيده للامور العضويه. لكن كامور لها علاقه بسحر او ما الى ذلك الحجر لا يفك، لكن ممكن ان يحمي. هذه ممكن يحمي طبعا لانه بيضعف يحمي الحسد او السحر. ممكن مثلا الحجر الفيروز، فيروز نستخدمه ضد الحسد والانفاس، معروف يعني حتى عالميا معروف. حجر عندنا متداول بالعراق يسمونه الحجر عباس ابادي اللي هو عالميا اسمه الهيماتيت. هذا الحجر من الاحجار القويه ضد خلينا نقول الاسحار او ما الى ذلك، لا يفك وانما قد يكون وقايه، ويستخدم ايضا لتقويه شاكرة الجذع او الشاكرة، ولهذا كانوا القدامى الابطال او المحاربين يستخدمون هذا الحجر بشكل كبير جدا، مرات يسموه حتى الحديد الصيني يعني. نعم. هو الحجر الهيماتيت طبعا.
تورمالين شورل نفس الحالة أيضا من الأحجار القوية لهذا الجانب. إذن بشكل عام أنه هي تفيد من الجهتين، تفيد الجسد طبعاً. وتفيد تبعد العين وتبعد الحس. ثلاث جهات البرج والجانب الصحي والجانب اللي له علاقة بالأمور النفسية. فعليه خلينا نشوف شنو الأبراج الـ 12 كل برج شنو الحجر المناسب. ممتاز. الحمل أفضل حجر مناسب إلى حجر الكارنول أو ما يسمى بالعامية المشمشي، هذا أفضل حجر مناسب إلى برج الحمل، طبعا إضافة للعقيق الأحمر أيضا. الثور، الزمرد والزبرجد من الأحجار الجيدة، إضافة للأفنتورين الأخضر. الجوزاء، الأفنتورين الأخضر بامتياز من الأحجار الجيدة، إضافة للفيروز أيضا. السرطان، حجر القمر إضافة إلى الكريستالات بكل أنواعها. طبعا عندنا حجر يسمى بالعامية الدور النجفي أو الدور الحسني، أيضا جيد لبرج السرطان. نعم. الأسد، الياقوت، ويفضل الياقوت الأصفر. يفضل الأصفر لكنه كل يعني معظم أنواع الياقوت هي جيدة بالنسبة لبرج الأسد. نعم. العذراء، عندنا حجر نسميه العقيق الخشبي، قد ما يكون متداول بالشارع العراقي، اسمه العقيق اللي الخشبي اللي يصير لونه جوزي ومشطب. احسنتي. نعم. ممتاز، انت لعد عندك اضرب هذا الجانب، جوزي شويه مشطب لونه، واساسا يشبه الخشب. نعم. ولهذا هو مشطب على عسلي فيبين عبالك شلون الصاج. العقيق الميزان عندنا. نعم. شفتي الميزان برجك يعني برجي. لا الاحجار يعني الزمرد حلو، والفيروز بالنسبة زين، لا هم زين بس. نعم. مو هو الحجر مالته الأساسي بس هو زين طبعا. نعم. ممتاز، جيد يعني هذا هم جيد لأنه هو للقوس الفيروز. الزمرد من الأحجار الجيدة بالنسبة للميزان. والتوبال ما يفيد الميزان؟ طبعا يفيد. لا هو دارد أقول شيء، التوبال أيضا من الأحجار الجيدة بالنسبة للميزان. عندنا بعد الميزان العقرب شوي يحتاج له. شنو مشكلة التورمالين شورل؟ التورمالين شورل يكون لونه أسود. تورمالين شورل او خلينا نقول هي ماتيريال اللي علاقه بالحديد. الاسم الثاني يعني تورمالين شورل يعني قلت لك هو بالعاميه تسميات مختلفه يعني، بس كنا نتمنى لو اكو صور مثلا حتى مثلا الناس تشوف الحجر. هو بالانترنت مجرد تكتبين تورمالين شورل راح يكون واضح اسمه. نعم. بالمناسبه التورمالين عندنا تقريبا 8 انواع من التورمالين باشكال مختلفه، بس التورمالين شورل هو يصير لونه اسود فاحل. بالضبط. واكو عندنا حجر اخر ايضا جيد للعقرب اللي هو البايروب، حجر البايروب ممتاز. بايروب. نعم. حجر ممتاز. القوس الفيروز بكل انواعه، يعني الفيروز الرضوي، الفيروز السينائي، طبعا ارقى انواع الفيروز بالعالم هو السينائي طبعا. نعم. اضافه للاندونيسي ايضا جيد، الاندونيسي من شده القوه الموجوده به حتى شاشه الموبايل يقدر يحركها يعني. طبعا الفيروز الاندونيسي. عندنا بعد القوس الجدي. الجدي شويه يعني نحس ببعض الاحجار، لكن ممكن يكون عنده مثلا احنا بالعاميه نسميه العقيق اليماني اللي هو بين قوسين هو عقيق احمر داكن اكثر من اللازم. العقيق اللي نسميه ايضا العقيق بوتسوانا من الانواع العقيق المتداوله عالميا يعني، لكن بالعراق قد ما تكون كثيره مرات بالعاميه يسموه خلي اتذكر بالعامية شنو السليماني او هيك شيء، الحجر السليماني، عقيق سليماني. اي بس هو مو سليماني يعني اللي يصير عنده عين دائما. عين مدور. نعم. بالضبط. أي. لكن الناس تتخوف من الحجر اللي عليه العين لان يقولون انه مرات يكون ما مريح للنفس. مو حسب البرج. انت ماخذه قوي جدا، انت ماخذه البرج نفس البرج مريح. نعم. لكن غير برج ما مريح، يعني للاسد ما مريح نهائيا. لهذا الناس ما ترتاح بعض الاحيان من خلاله، ما يعرفون. هو كل حجر له علاقه في برج معين. نعم. ما نقدر يعني احنا ما نقدر نجيب مثلا الاحجار اللي لها علاقه بالابراج المائيه. نعم. تكون غير جيده بالنسبه للابراج النارية. طبعا يعني. نعم. يعني حجر مثلا يعني الحمل مثلا يفيد اي الحمل مثلا ناري. الحمل لما نجي ناخذ له حجر مثلا ناخذ الحجر الكريستالات بانواعها المختلفه طبعا. نعم. مثلا حجر القمر. نعم. حجر القمر او الدور النجفي غير جيد للحمل، يبارد عليه ويضايقه. طبعا الحمل هو اساسا من الابراج هي اساسا اندفاعيه وحماسيه. ممكن لانه الياقوت مال الاسد، فالاسد صديق للحمل. نعم. هم ممكن. لعشان شنو الحجر اللي يفيد الحمل؟ الحمل العقيق الاحمر وكارنول، حجر كارنول يسموه بالعاميه المشمشي.
المشمشي بطبع. هم نوع من انواع العقيق هو؟ طب كل انواع العقيق. نعم. معظمها انواع العقيق يعني. تمام. بعد عندنا الدلو نسينا حتى لا احد يقول حتى من المشاهدين. الدلو والحوت. نعم. الدلو افضل حجر بالنسبه للدلو هو الاكوامارين. الاكوامارين وانا حقيقه شفت الشارع العراقي اغلب الاكوامارين ما يعرفوا شنو هو. نعم. وجدت كم واحد حكى لي اكوامارين بس مو هو يعني ما يعرفون هو شنو الاكوامارين بالضبط. يسال لونه سمائي اكثر شيء. حجر سمائي, لونه سمائي فاتح. سمائي فاتح بس بيه فت خاصيه معينه. احنا ايضا عندنا العقيق السمائي. عندنا. نعم. العقيق السمائي ايضا والمايا ايضا لكن له فت صوره معينه. اكوامارين للدلو رائع جدا بامتياز ممتاز. نعم. وعندنا الحوت الحوت يجمع ما بين الاكوامارين ويجمع ما بين الافنتورين الاخضر. وعندنا حجر ايضا ممتاز جدا الحوت اسمه حجر الاوسيانت هو أوسيانت. حجر المحيط هذا يكون ازرق بيور. يكون يعني ازرق بيال شلون لون البحر ويصير بداخله فد نقاط معينه مثل اللمعه الصيف هو حجر الاوسيانت. نعم. يعني بالانترنت تدخلين الاوسيانت ما موجود بالعراق يعني. طيب بس هذا ممتاز جدا للحوت. اكو اغلب العراقيين اذا تلاحظ مشلبين بحجر العقيق الاحمر الياماني مشلبين بي الكل قاطبة كل الأبراج تقريبا تلبسه وبنفس الوقت عندك شرف الشمس والشفاف نسيت اسمه العقيق الشفاف لونه در النجف دول الثلاث أحجار أغلب الأحيان يلبسوها حتى شرف الشمس قام ينباع كسوارات تتخلى على منطقة النبض. نعم. واعتقد هي تعطي عدم راحه لهوايه ناس وتعطي راحه الناس. هو 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 شنو شرف الشمس؟ هو عقيق اصفر او افنتورين اصفر، طبعا. نعم. اكو نوعين، اكو عقيق اصفر واكو افنتورين اصفر، منقوش عليه الخاتم السليماني. الخاتم الطلسم السليماني. هو الخاتم. نعم. السليماني، فهذا يسموه شرف الشمس، هذا مفيد جدا الى برج الاسد. بس. والابراج الصديقه للاسد، اما للسرطان ابدا مو زين. ابدا مو زين للعقرب ابدا مو زين برج اسد طبعا برج طبعا زين له بالنسبه لل قلتي لل الدر النجف وعقيق الاحمر دور النجف دور النجف جيد الى السرطان بس السرطان الابراج المائيه صديقه السرطان جيد بنسبه اقل. نعم. يعني السرطان بنسبه 95% طبعا هو اختصاص سرطان. نعم. بنسبه 95% لكن مثلا بالنسبه للعقرب بنسبه خلينا نقول 80%. نعم. بالنسبة للحوت بنسبة 80% يعني. نعم. أيضا جيدة لكن مو هو الحجر الخاص بالنسبة للحوت أو إذا بشكل عام يعني إحنا نقول للمشاهدين إنه مو كل حجر تلبسوه هو هذا مناسب مو لأن شكله حلو مو لأن حجمه مميز أكو بعضهم يستخدموه لمجرد الزينة لكن ما يدرون إنه تأثيره السلبي مشكلة كبيرة جدا تحمي. نعم. حجر أنت ما تعرفين هذا شنو مرات تصير مشاكل كثيرة عند الشخص وهو ما يعرف المشاكل مين. نعم. عبالي بغير جوانب لكن نرجع نلقاها موجودة بالحجر أساسا فإذا كل شخص ياخذ الحجر معنا. المناسب إلى لطفا ننتقل من الأحجار اختصارا للوقت ننتقل إلى مسألة الأبراج الصينية هواي ناس ما تعرف شنو الأبراج الصينية فنتمنى أنه تعرفهم الأبراج الصينية شنو طبعا اللي يسألني يقول أنا برج النمر طبعا والأبراج الصينية حسب معلوماتي أنت. نعم. معلمني عليها أنه تعتمد على السنين صح تعتمد على اليوم والشهر والسنه وحتى. نعم. ساعه الولاده والدقيقه يعني طبعا. لانه ما ناخذ فقط السنه ناخذ اليوم والشهر والامور الاخرى ايضا هي سنه قمريه بين قوسين. نعم. يعني مثل خلينا نقول شلون السنه الهجريه الصينيين ايضا عندهم سنه تعتمد على حركه القمر يعني هسه مخرجنا مواليده 85 برج الاسد 85 هو برج البقره والبقره برج هنا البقرة. الصنف الخشبي. نعم. البقره الصنف الخشبي طبعا. نعم. الابراج الصينيه هي قديمه قديمة يعني من أقدم حتى من الأبراج البابلية لا ما نقدر نقول يعني خلينا نقول متوازية بينهم يعني. نعم. حضارة بابل نقدر نقول هي أول ما تحدثت عن الأبراج أو نشرتها بشكل أكبر زين إذا على السنين شلون راح أصنف أبراج الصينية للمشاهدين أنه أنت يا برج الفلاني برج الكذا أنت يا برج الفلاني برج الكذا أنا عندي بالموقع مالتي منطقة جدول تقريبي. نعم. الجدول التقريبي شنو أنه طبعا كل سنة صينية ورا 12 سنة تتكرر نفس السنة لكن بصنف مختلف. نعم. الأصناف الصينية هي خمسة المائي والخشبي والناري والأرضي والمعدني أو الذهبي. نعم. فكل 12 سنة يتكرر نفس البرج لكن بصنف مختلف وخلال 60 سنة يرجع لنفس الصنف من جديد. زين، إذا هي معتمدة تقريبا نقول على المواليد، فخلي نختصرها نقول مثلا من ال 80 لو راح اختصر لك اياها نبدي من أول برج اللي هو برج الفارة. نبدي ببرج الفارة. يا مواليد. برج الفارة 72.
السبعينات. خلينا نبدأ من السبعينات ونمشي. من السبعينات. 72 برج الفارة، 73 برج البقرة، 74 النمر، 75 الأرنب، 76 الجنين. نعم. 77 الحية، 78 الحصان، 79 العنزة، 80 القرد، و81 الدجاجة، و82 الكلب، و83 برج الخنزير. نعم. طبعا هذه أعطي بحالة مختصرة، احنا مو بالضروره انه 72 1 72 هو مو الفاره، لكن بسنه ال 72 يجوز مثلا 26 1 5 2 صح. يعني مو قلت لك شيء مو 1 1 تبدي، لكن بشكل عام السنه هاي اللي تاخذ تقريبا نقدر نقول 11 شهر هو من البرج كامله. نعم. وبعدين ترجع تفتر مره ثانيه، ترجع تفتر من جديد 84 الفاره، لكن يا فاره كانت هناك مائيه، هنا أنا خشبيه راح تصير. اها. وهكذا وهكذا فهمتك. زين جماعة الألفينات. ألفينات. هسا خلينا نبدي من التسعين. تسعين الحصان. من التسعين مواليد التسعين برج الحصان، 91 العنزة. برج 91 العنزة وبالتسلسل. الحصان. نعم. شخصية البراغماتية العملية ال بين قوسين الشرطة، هم الحصان الشرطة. نعم. قيادة القوة الجاذبية الكاريزما. نعم. لكن الإخفاقات العاطفية بين فترة وأخرى. نعم. يعني هم أساسا مجدين. نعم. ما يعني ما عندهم رومانسي، ضعيفيه رومانسي برج. نعم. الحصان ومدققين بالامور. ال91 برج العنزه برج. زين شنو فائده هاي الابراج الصينيه اذا الناس ممكن انه تحاول انه تطلع عليها اكثر من الابراج البابليه؟ يعني انا اذا لما اعرف برجك الصيني اعرف شلون اتفاعل وياك، شلون اتعامل وياك. خب انا عندي الابراج البابليه وهم انا بيها تعامل. لا احنا طبعا ايضا ناخذ بنظر الاعتبار، يعني مثلا حمل برج النمر. نعم. طيب حمل برج النمر شخصيته مختلفة عن حمل برج العنزة. حمل برج العنزة ازدواجي مزاجي عنيد، لا ما عنده فد رأي ثابت، لا يقمز منا ومنا. لكن حمل برج النمر لا، اندفاعي حماسي، عنده خط واحد وعنده هدف معين، نعرف شلون نتعامل وياه بكونه شخصية خلينا نقول جذابة وثابتة أساسا. نعم. فالحالة هنا مختلفة. أبو ال 91 رومانسي أكثر، أبو ال 86 أقل رومانسية عنده. ليش؟ طبعا غير اجينا على برج ايش عجب. لا بشيء احنا شوفي النمر بالابراج الصينيه من الابراج الجذابه. نعم. لكن الرومانسيه عند النمر هم اشخاص يعني قياديين، هم. نعم. اشخاص لهم القياده والكاريزما اللي ممكن ان تنجح الامراه او الرجل النمر في مجالات الحياه، سواء في مصنع او في خلينا نقول في رئيس حزب بين قوسين، عضو برلماني. نعم. يعني خلينا نقول فشيء العلاقه بي بالواجهه. نعم. انا اسفه سلمى بس انا على مود الوقت ادركنا وانا عاجبني اسالك اسئله هواي. اريد قبل ما نتطرق للابراج توقعاتك ل 2019 باختصار توافق ب 2019 للابراج، حتى خطيه وحده اتصلت بينا قبل قليل قالت توافق بين الميزان والجدي شنو وضعه؟ فأريد هاي السنة ب 2019 توافقات بين الأبراج كعاطفة شلون وضعها؟ التوافقات بين الأبراج بشكل عام طبعا الميزان والجدي لا توافق صعب، ويعتمد أيضا على سنين الولادة، لكن هو بشكل عام يعتبر من التوافقات الصعبة وبي بذل مجهود. التوافقات الحمل عنده توافق ممتاز ورائع جدا مع الجوزاء ومع الأسد، أفضل صديق وشريك للحمل هو الأسد والجوزاء. نعم. طبعا اضافه الى القوس ايضا جيد، والدلو ايضا جيد، والميزان شريك ممتاز جدا بالنسبه للحمل. بالنسبه الى الثور الابراج اللي تكون يعني للشراكه اكثر شيء هو العقرب. نعم. ممتاز جدا بالنسبه للثور، طبعا اضافه للسرطان ايضا جيد. احنا ناخذ الابرج برج بالتسلسل. هو بالتسلسل جت الحمل وبعدين هسه على الثور. نجي ناخذ الجوزاء. الجوزاء قلنا الحمل جيد بالنسبه للجوزاء، وايضا عندنا الاسد ايضا جيد بالنسبه للجوزاء، وعندنا الدلو ايضا من الابراج الجيده على مستوى الشراكه وعلى مستوى الصداقه. نعم. السرطان افضل شريك بالنسبه للسرطان العذراء الثور. نعم. الابراج الجيده الشريكه بالنسبه للسرطان طبعا عندنا الاسد. نعم. الحمل والقوس والميزان. نعم. رائعه جدا بالنسبه للاسد وايضا الجوزاء. الدلو ممكن يقيم علاقه شراكه جيده على مستوى الحياه الاسريه والزواج او ما الى ذلك بالنسبه للاسد. برج العذراء، العذراء علاقته جيده تكون مع العقرب ومع الجدي. نعم. يقيم علاقه جيده، كلاهما يحب الامور الماليه والامور البراغماتيه العمليه، ومع الثور ايضا جيده. الميزان الحمل رائعة جدا على مستوى الأسرية وعلى مستوى العلاقات، وأيضا جيدة مع الدلو وعلاقة جيدة أيضا مع الأسد بالأخص في مجالات الصداقة والعمل. نعم. العقرب، العقرب جيد مع الثور بشكل جيد وأيضا جيد مع الجدي. نعم.
القوس، القوس يقيم علاقة رائعة جدا مع الجوزاء، ورائعة جدا أيضا مع الحمل ومع الأسد. بعد القوس الجدي، الجدي علاقته جيدة راح تكون مع السرطان ومع العذراء أيضا ومع الثور أيضا، يقيم علاقة جيدة وممتازة. نعم. طيب الدلو، الدلو علاقته أكثر من رائعة مع الأسد على مستوى الشراكة، على مستوى الزوجية العلاقات، وأيضا جيدة على مستوى على البزنس أيضا راح يكون جيد الميزان بالنسبة له، والحمل أيضا جيد. نعم. لكن أكثر ما يميز الدلو والحمل، إذا بالخص إذا كان الرجل دلو والإمرأة حمل مثلا، يعني أكثر ما يميزهم أنه العلاقات الشفافة، خلينا نقول هي علاقة زوجية لكن مبنية على الظاهر الخارج مالته هو صداقة أكثر من كونه علاقة. نعم. علاقة زوجية خلينا نقول. الحوت أفضل شريك بالنسبة له راح يكون السرطان، وأيضا راح يكون العقرب بالنسبة له شريك ممتاز، والثور أيضا. نعم. شركاء جيدين، ويحذر من الحبل. أنا تعبتك طبعا كلش هواية ما أعرف بقى. إحنا آخر شيء اللي هي توقعات 2019 إن شاء الله باختصار، يعني من ناحية عاطفة وعمل، ويعني بس عاطفة باختصار وعمل باختصار نختصرها للمشاهدين اللي عنده يترقبوك من الصبح دا ينتظرون، فإن شاء الله السعادة والخير لهم. متفائل أنت بهاي السنة؟ جدا خير. متفائل، متفائل للعراق كوضع عام، يعني كوضع عام بشكل عام طبعا، ومتفائل لكثير من الأبراج هذا العام، وحتى الأبراج اللي راح تتعب هي أيضا أتها فرض جيدة مع نهاية السنة أو مع السنة القادمة يعني. نعم طبعا. الانطلاقة يمك، الانطلاقة نبدي. نعم. يم الحمل، الحمل الحمل من الأبراج الجيدة، عنده تحولات جيدة على الجانب العاطفي، بالأخص راح تكون في شهر آذار وشهر أبريل. نعم. يعني الثالث والرابع عنده أيضا تحول جيد في شهر 11 وشهر 12 من السنة، تحولات أكثر ما تكون ما بين العاطفية وما بين التحولات المالية والبزنس. نعم. وهو ثاني أفضل الأبراج، وراح يستقر بعد آذار، يستقر كاملا بعد ما كان عنده مشاكل ومتاعب كثيرة في الأوقات السابقة. نعم. الثور راح يكون عنده تغيرات ومفاجآت كثيرة بالأخص بعد شهر آذار مارس، وممكن يكون عنده تحولات ممكن إيجابية وممكن سلبية، تعتمد على سنين الولادة هنا وتعتمد على يعني بعض التأثيرات الفلكية. نعم. لكن نقدر نقول هو ليس من الأبراج الصاعدة، أبراج تحت الوسط. طبعا. الجوزاء رائع جدا بامتياز، عنده تحولات جيدة على الجانب العاطفي، وراح يذكروني مواد برج الجوزاء بالأخص في الشهر السادس، عندهم تحول عاطفي جيد جدا، يعني ويعيد ميلادهم، ممكن يعيد ميلادهم أحسنتي، عندهم نشاط وحيوية، إضافة إلى هذا تحول عاطفي جيد على مستوى الزواجات وعلى مستوى العلاقات العاطفية. نعم. السرطان ممكن أن يواجه بعض المتاعب النفسية، ممكن يواجه بعض خلينا نقول المشادات أو ما إلى ذلك، لكن يخرج من هذه المحنة، يعتمد على عليهم وعلى قوة بسالتهم. الوضع على نهاية السنة راح يكون أفضل بكثير بالنسبة للسرطان، وعنده تحول أقدر أسميه إيجابي على مستوى البشارة والسعادة، لكن على نهاية السنة. نعم. مو بالبداية أو بالوسط. والأسد، الأسد روعة من أفضل يعني من الأبراج الرائعة جدا. تسمع مخرجنا الأسد، التحولات على المستوى العاطفي، على المستوى المهنة، على مستوى يعني نقدر نقول من أفضل، أو خلينا نقول هو ثاني أو ثالث أفضل الأبراج لهذا العام من جميع الأصعدة تقريبا. يا الله. الميزان العذراء، العذراء العذراء ماليا جيد، تحولات حلوة، لكن عليه أن يحذر من الناس المقربين ويحذر من الأشخاص اللي ممكن يعمل معاهم. طبعا هنا الحذر عليه أن يعني ينتقل الأشخاص من أبراج خاصة، يعني اللي كون علاقات وياهم العلاقة بالبزنس أو ما إلى ذلك، لأنه قد يكون عرضة إلى الاستغلال مولود. نعم. برج العذراء وهم من الأبراج المتوسطة أو أقل من الوسط بقليل. نعم. الميزان روعة جدا، يعني هذه السنة سنة الاستقرار، سنة المالية، سنة خلينا نقول التحول العاطفي الجميل. نعم. والاختيارات العاطفية الحلوة طبعا. زين، فهو من الأبراج الرائعة والجيدة جدا. شكرا جدا. شكرا. جميل. العقرب، برج العقرب هو برج مصورنا عمر، يعني فعلا. هو برج لا العفو، مصور عمر هم ميزان مثلي. والعقرب استاذ غزوان، العقارب يمتازون خلينا نقول بعد النظر والنظر، يعني خلينا نقول الذكاء والفطنة، الفطنة أيضا موجودة عندهم. العقرب هذه السنة هي سنة الامتياز المالي، ما شاء الله الحظ يدعمهم بشكل عام ماليا، لكن للأمانة قد يواجهون إخفاقات عاطفية هذا العام. أنا أقولهم شوية على كيفكم، يعني لأنه ممكن تواجهون هذه الإشكالات العاطفية، لكن مالياً بامتياز جيد العقرب، وعليهم أن يحذرون من المقربين. طيب القوس، قوس أفضل برج على الإطلاق لهذا العام، رائع جداً في كل الأصعدة المالية العاطفية النفسية، البرج القوس يصعد، لكن علينا أخذ النظر الاعتبار هنا لازم البرج الصيني أيضاً صاعد، يعني القوس
91 قوس 79 قوس 87 قوس 99 هؤلاء بالقمة. ما شاء الله. هؤلاء بالقمة. يا الله. الجدي أيضا من الأبراج تتعب في هذا العام, وهو أقدر أقول أكثر برج راح يتعب. تتعب منشور. صحيا لو عاطفيا لو شنو؟ الصحة راح تتعبه, لأنه ممكن أن يواجه بعض الإخفاقات على مستوى إذا داخل محكمة, خلينا نقول مول البرج الجدي. نعم. فمعرض إلى الخسارة هذا العام, معرض يعني. ولهذا علي أن ينتقل الوقت المناسب. إحنا طبعا عندنا سنة كاملة, أكيد أكو خلال هاي السنة يعني كواكب راح تدعمه في أوقات معينة, فعلي أن ينتقي هذا الوقت. نعم. وإلا بشكل عام يعني هو الأوقات السيئة. بس من ناحية يعني الصحة الـ هي الـ هي, الـ هي, الـ هي المشكلة هاي. إحنا المشكلة شنو؟ كثير من الناس ما عندهم القناعة, يعني ما عنده قناعة أنه مو مشكلة خسر ماليا, لكن الحمد لله شكرا أني صحتي زينة, ما عندهم قناعة. ولهذا شنو؟ الجانب الخسارة المالية تأثر على الصحة. نعم. الخسارة خلينا نقول الفقدان العاطفي يأثر على الصحة, يأثر على أمور متعددة أخرى. ولهذا إحنا لما دائما أقول الإنسان لازم يكون قنوع, لازم يقتنع بأن الله سبحانه وتعالى يعطينا إذا فقدنا شيء معين وله في وقت خلينا نقول وجيز أو وقت معين, ممكن الله سبحانه وتعالى عوضنا بجانب آخر. لكن معظم الناس ما عنده هذا. تكره شيئا وهو خير لكم. فعلي حال إحنا الجدي من الأبراج اللي راح تتعب تبذل مجهود هذا العام, هو تقدر تقول أكثر برج تعبا لهذا العام. نعم. لكن عليه أن خلينا نقول أيضا أن يحذر, لأنه قد يكون قد إذا دخل في معمعة أو في معركة معينة في محاكم أو ما إلى ذلك, فبنسبة كبيرة جدا عليه الحذر على أن ينتقي الأوقات المناسبة. ما يوقع على أي شيء. يعني يشوف الأوقات الفلكية الجيدة اللي تدعمه. نعم. لأنه بشكل عام السنة ما راح تكون جيدة جدا بالنسبة له. إن شاء الله. وبالمناسبة الجدي كتحول عاطفي أيضا عنده تحول عاطفي جيد في هذه السنة. يا الله. الدلو. الدلو على مستوى الدراسات, على مستوى العلاقات, على مستوى السفر, وعلى مستوى البزنس والأشخاص اللي موجودين خارج العراق اللي عندهم مقدمين على إقامة مثلا. نعم. في دول معينة. هذه السنة إن شاء الله يرجعوا للعراق. هذه السنة الدلو أنا أقول له هذه السنة الشخص اللي مقدم على معاملة مثلا مال استقرار أو ما إلى ذلك أو هجرة, هذه السنة راح يحصلها. هو أكثر الأبراج على مستوى خلينا نقول الجانب هذا الجانب. وكان آخر برج الحوت. الحوت. الحوت شو أضواء علي يعني فتشي ممتاز. الحوت هذه السنة هي سنة البهرجة. نعم. والإبداعات, لكن علي أن يحذر من وشاية أو من يعني يتخوف من القيل والقال. القيل والقال أحسنتي من قبل الناس, وممكن أن يختلف مع المقربين داخل الحياة الأسرية, أقصد هنا البيت يعني. نعم. يعني الأب والأم والأخ. وهم سبب القيل والقال طبعا. هو هاي أكيد. هاي السلبيه الموجوده في هذه السنه بالنسبه لهم. الخبير الفلكي سينما طبعا الوقت ادركنا كلش هوايه, لكن سعيده بالهوايه المعلومات اللي اعطيتنا اياها بالوقت القليل هذا. اشكرك التواجدك ويانا. كلمه هل قدوته تقولها لمشاهدينك لهذا السنه قبل ما نختم وياك؟ اقولهم علينا ان نتفائل, نتفائل دائما, لانه احنا نخلق شيء اسمه طاقة الجذب. وطاقة الجذب إذا احنا متفائلين راح نخلقها نفسنا لا شعوريا. نعم. يعني أنا أتمنى الشارع العراقي دائما يهتم بشكل كبير جدا بال نقدر نقول الطاقة الإيجابية. نعم. الأغنية اللي تريحك اسمعها, الشخص اللي يريحك اتصل به, الناس اللي تحسهم يضوجوك وطاقتهم سلبية ألغيهم من حياتك. الحياة جميلة وعندنا أوقات جميلة جدا إن شاء الله, وهذه السنة هي سنة بشكل عام حلوة على العراق. تتفائلوا بالخير إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك عزيزي الخبير الفلكي سينما على تواجدك ويانا, وإن شاء الله فعلا وجودك ويانا يدعمنا ويعطينا طاقة إيجابية. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة, وإن شاء الله حلقتنا عجبتكم. فنطلع فاصل قبل ما نختم وراجعين.